مرحبا بكم انا مره اخرى على قناتكم قناه المحبه، كل حب والتقدير لتشجيعكم والدعم ديالكم. كيف ما كتعرفوا على مدينه فاس، مدينه العرقه الاصاله التويل والاناقه، واليوم ارتئيت اننا نجيبكم معايا المعرض الاندلسي اللي الله فتح الابواب ديالو في مدينه فاس، وبالتاكيد في حي واد فاس. هذا المعرض هذا اللي كيمتاز بواحد العلامه تجاريه من تصميم المصمم الازياء السي الاندلسي اللي هو صاحب المعرض. اجي تشوفوا معنا كيفاش هاد الناس كيصمموا هاد الشيء، كيفاش كيصدروه، الفكره ديالهم وكيفاش جات معاهم. نخليكم في واحد الصور. مع مدير المعرض السي الاندلسي، مرحبا بك. مرحبا بك معنا السي الاندلسي، بغيناك تعرف مشاهدينا الكرام اكثر عليك. شكرا لله بك. محمد الاندلسي، مصمم للملابس التقليديه بمدينه فاس بالجمله والتقسيط خارج او داخل ارض الوطن. اللي بغيت نوضح اكثر هو التطور ديالنا جا في تسويق الملابس التقليديه. بالنسبه للجمله عندنا واحد المشكل مع الكليان، مع الموزعين. شحال من موزع كيقول لك بغيت تخدم معايا بوحدي. حنا الان جاتنا فكره على كل موزع نصمموا له داكشي اللي بغى خاص به، يعني غنصمموا له السيد داكشي اللي بغى خاص به، ونصمموا له واحد اخر، ونصمموا له واحد اخر. بطبيعه الحال غنهربوا نديروا كل موزع في مدينه اولا كل موزع في دوله باش ما يوقعش بيناتهم داك، وفي نفس الوقت غادي يكون هذاك الموديل ما كيشبهش لذاك الموديل. يعني الا خدمنا مع واحد غادي ما غاديش يخلي الاستمرار، وغادي يوقع الانقراض لهاد الملابس التقليديه اللي حنا كنصنعوها. هذا الشيء باش فكرنا نرضيو اي واحد صرفنا معاه بهذه الطريقه. هذا هو التطور ديالنا بالنسبه للجمله. وبالنسبه للتقسيط، الكليان كيجي كيبغى واحد البياسه خاصه به، كيطرح لنا شنو بغى، الفكره اللي باغي كنوجدها له في اسرع وقت، يعني التطور والسرعه في الانجاز. دونك عندنا يمكن لك نوجدوا لك في العرس ديالك، نوجدوا لك شي حاجه ما عجبكش، كتتصل بينا في اي مدينه او في اي دوله، كنعطيوك الموديلات اللي كاينين، كتلقى عندنا داك الشيء ان شاء الله اللي غادي يعجبك ولا غادي تقتنع به. تبارك الله عليكم. سي الاندلسي، هذه الفكره هذه واش يعني حديثة عندكم ولا هذه ابان عن جد؟ يعني انت واش يمكن لك تقولنا منين جاتكم هذه الفكره؟ هذه من خبرات اجدادنا سبب نجاحنا، داك الشيء ديال الوالدين والجدود خلاوها فيكم. مشينا من اب لابن وحويا غادا. تبارك الله. سي الاندلسي، كيف ما وضحتي قبيله قلتي يعني انت يمكن لك تصيفط لاي دوله، واش كتعاملوا مع دول واحده اخرى من غير المغرب؟ بطبيعه الحال كنتعاملوا مع دول، ولكن اكثريه يعني 70% كيدخلوا وسطاء اللي هما موزعين. ولكن شركات، عباره عن شركات ولا غير؟ لا، تجار في السوق. حنا الان بغينا نردوا على شركه ونقلبوا على شركات اخرى اللي نشروا بهم هذا الابداع هذا عبر العالم ان شاء الله. هي الفكره في الحقيقه يعني فكره رائعه، يعني ما كتعطاش لاي واحد. تبارك الله عليك. سي الاندلسي، انا عندي سؤال اخير. ما كرهتكش لو كانت تهضرنا شويه على لامارك اللي دايرين، حيت كنشوف عندكم دي زيتيكات خاصين بكم. ما كرهتش انك تهضر للمشاهدين الكرام على داك العلامه التجاريه ديالكم؟ هاد العلامه التجاريه مشجله باش نهربوا الناس المتصفين على الصناعه، لان هذا المشكل كنعانيو به من العهد ديال الاجداد ديالنا والوالدين ديالنا. هنا فين سجلنا لا مارك ديالنا باش ما يقلدهاش واحد اخر، واضطرينا باش نمشيو بيدينا عند التجار ونتواصلوا معاهم، ما يكونش واحد الوسيط. حنا شحال من مره كنلقاو مشكل في السوق كنبانو حنا، كنوليو كنصيفطوا موزعين ديالنا كيخلقوا لنا مشكل، من بعد كيضطروا هما باش يقلبوا على مرخص، كيمشيو عند المستثمرين ديال الصناعه وكيخدموا مواد اوليه غيميتاسيون،
يقلدوا داك الشيء هنا يكون عندنا حنا ضرر. لهذا شجلنا هذه العلامه هذه اللي هي علامه تجاريه باش ما نلقاوش مشكل في السوق. تبارك الله عليكم. كلمه اخيره. مرحبا للجمهور. مرحبا. كنشكر الناس اللي ساعدونا واللي كيعجبهم هذا الشيء ديالنا، وان شاء الله غنكون عند حظ الجميع ان شاء الله. ان شاء الله غنكون عند حظ الجميع. وشكرا. مرحبا بك معنا مره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. كنضرب لكم موعد ان شاء الله قريب في لقاء جديد. وشكرا. معرض الاندلسي جاب فكره جديده وقرب للعروسه كل ما هي تحتاج ليه يوم الزفاف ديالها. يمكن لها تجي تختار لو موديل اللي بغات، توب لي زاكسيسوار لي شوميز دو نوي، كل ما كيخص العروسه نهار الزفاف ديالها موجود عند سي الاندلسي. العروسه ما غاديش تشبكلها كاع تحير من دوله اخرى، يمكن لها تشوف لو موديل اللي كيعجبها في لو سيت ديالهم سور انترنيت، يمكن لها تشوفو على الفيسبوك وفي مواقع واحده اخرى، ويمكن لها تختار لو موديل وتصيفط غير التصويره ديالها وهما غادي يحضروا لها الموديل كوم يلفو ويصيفطوا لها ديريكتومون حتى لعندها. وما تنساوش اللي هو مهم عند سي الاندلسي وهو الثمن. الثمن جد مناسب، وكل عروسه يمكن لها تحلم بيوم الزفاف ديالها كيف ليله وليله. لالا مولاتي كيف ما كتشوفي اللي بغات الاصاله والاناقه والجوده من ناحيه الثوب، جوده من ناحيه الخياطه والفصله، تنصحها بمعرض الاندلسي. كل شيء سهل ماهل وكل شيء موجود. كنتمنى لكم فرجه ممتعه في الصور اللي خديناها وفي لي فيديو اللي درنا، وكنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم. كنتمنى نشوفكم ان شاء الله على خير وبخير قريبا جدا. بلا صحه وشكرا.